الوقفة الاحتجاجية اللي نضونا مؤخرا أمام صندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري ما هي إلا بداية لمسلسل من النضالات التي استرتها الجامعة من خلال اجتماعها للكتابة التنفيذية الاجتماع الآخر الذي عقدته وضعت برنامج نضالي وبرنامج تنظيمي. وهذه الوقفة جاءت احتجاجا على موقف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحوار الاجتماعي، لأنها ترفض الحوار، بالخصوص أن هناك عدة ملفات هي ملفات اجتماعية وطريقة اللي كان من المفروض على الإدارة قبل ما نوضعها على طاولة الحوار كانت تحل هذه الملفات، هي ترفض الحوار لهذه الملفات. هذا من بين الأسباب، هناك عدة أسباب أخرى، هناك ظروف العمل التي أصبح يعيشها مستخدمو الضمان الاجتماعي وهي ظروف غير لائقة للعمل، تؤثر على جودة خدمات هذه المؤسسة التي تحسن صورتها في السنين الأخيرة، وكذلك هناك قلة الموارد البشرية التي يعاني منها هذا الصندوق. الميل في المتعاقدين والمتعاقدات هم عددهم يصل إلى 700 ممرض وممرضة يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي 13 موزعة على مختلف مناطق المغرب، منهم من يعمل لمدة تزيد على 13 سنة، يعملون في ظروف مجحفة، فرضت عليهم عقدة مجحفة تحرمهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. من المعروف أن الملف ديال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية هو ملف ساعة، وبالخصوص أن جلالة الملك نادى بحل هذا المشكل، لكن نزيد الإدارة تسير في اتجاه مخالف، حيث أنها ترفض أن تعطي الحقوق الأساسية والحقوق التي وفرها الدستور لجميع الأجراء. هذه المؤسسة الاجتماعية التي توفر التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية لمختلف الأجراء في المغرب لا توفرها لمستخدميها، وهذا عار على هذه المؤسسة. كان يجب عليها قبل أن تضع الجامعة هذا الميل أن تؤطر هاد الإخوان وتعطيهم حقوقهم الدستورية، بالخصوص أن جل هذه الفئة هم نساء يتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، يعملون في هذه المؤسسة. عندما تلد هاد الممرضة داخل هذه المؤسسة لا تجد من يؤدي لها ثمن العملية أو ثمن، تحرم حتى من الخدمات التي هي موفرة لباقي الأجراء الذين هم مؤمنين في هذا الصندوق. على سبيل المثال تحرم من تعويضات العائليات، تحرم من العطلة الأمومة، فكيف يعقل أن امرأة تلد وليس لها الحق في عطلة الأمومة بمجرد أن تضع الطفل؟ إذا أخذت عطلة تفوق 20 يوم عندما ترجع تفقد عملها. هذا يعني بناء العمل الهش، وهذا ما لا نقبله في الجامعة. نجد أن الحكومة في المغرب التي تنادي بتوسيع التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية هي تخرق القانون. فهذه مؤسسة هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة التشغيل وزارة المالية، المسؤولين على التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، لا توفر أبسط الحقوق الأساسية التي هي في مدونة الشغل أو التي ينص عليها الدستور المغربي. لهذا نرى الشباب اليوم والشابات يتجهون نحو اللجوء إلى الخارج عبر قوارب الموت. تم اتفاق مسبق لأنه هذا الميلب وضعنا على طاولة الحوار منذ 3 سنوات، وكان هناك اتفاق مبدئي على أن تعطى الأسباقية في مباريات التوظيف لهذه الفئة، بينما نجد أنه خلال هذه السنة هناك مباراة توظيف التي هي بمعايير غير قانونية ولا تخضع لأي مقياس، حيث حدد سقف التباري 24 سنة. فكيف يعقل أن تحدد سقف التباري في 24 سنة وتحرم فئة عريضة من الشباب المغربي من هذه الفرصة في التوظيف؟ كان بالإحراف من الإدارة أن تقوم بمباراة، نحن مع المباراة، ولكن
أن تعطي الأسبقية لهذه الفئة، وبالخصوص أن فئة تعمل منذ ما يزيد على 10 سنوات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.